من عمان سفير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو سابقا الدكتور فاضل الزعبي. دكتور فاضل أهلا بك معنا عبر الحرة. في السودان قبل اندلاع هذه الأزمة كان هناك أصلا مخاوف من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 12 مليون شخص. اليوم بعد هذه الأزمة برأيك إلى أي مدى تعمقت هذه المخاوف أو إلى أين وصلت هذه الأزمة؟ شكرا. كما ذكرتي قبل نشوء هذا النزاع كان وضع الأمن الغذائي في السودان وضع خطر جدا، 12 مليون شخص ونسب ومؤشرات الأمن الغذائي جدا هائلة، بلد تعاني من اضطرابات مناخية وسياسية واجتماعية، ارتفاع أسعار وإلى آخره. ولكن الآن مع هذه الأزمة تضاعف الأثر الكبير لموضوع الأمن الغذائي، تضاعف انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى أكثر الآن التقديرات الأولية من ثلث السكان، وهذا سوف يجعله صعبا في ظل تراجع إمكانية الوصول على الأرض إلى المحتاجين. إحنا بنعرف أنه الآن إحدى أشكال النزاع والصراع هي تقطع سبل الإمداد والإنتاج، وهذا طبعا عطل العمل الإنساني على الأرض وأثر على كل العاملين في مجال الإغاثة سواء الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى. طبعا أنا بستثني بعض الولايات اللي الوضع الأمني مستقر تقريبا ونسبيا فيها، واللي بعض المنظمات تحاول الرجوع إليها، ولكن بشكل عام الوضع يسير إلى، خلينا أسميها، إلى المجاعة. أيضا يعني قبل هذه الأزمة أكثر مناطق ربما كانت متضررة أكثر من العاصمة الخرطوم لم تكن بهذه يعني الخطورة. الغرب الوسط الشمال كانت أشد تضررا. الآن هناك أيضا مناطق يعني في جنوب السودان أيضا غرب السودان تشهد مواجهات ونزوح وعدة مشاكل. موضوع الإمدادات الغذائية ومشاكل الإمدادات الغذائية برأيك هل ربما سيحل أم هل ستستطيع المنظمات الدولية الأممية أن تساعد في حل هذه الأزمة؟ طبعا يعني ذكرت الموضوع بشكل سريع، وخليني أوضح بأنه منظمات الإغاثة الإنسانية على سبيل المثال برنامج الغذاء العالمي أوقف عملياته ثم عاودها، والآن مع معاودتها يحاول الوصول إلى أكبر قدر ممكن في ظل الظروف المتاحة. ولاحظي كلمة متاحة، وهذه طبعا راح تحد من إمكانيات الوصول إلى المستحقين والمنتفعين اللي هم بحاجة أكثر، وخاصة الآن إنه إحنا عندنا حالتين صار في السودان أو ثلاث حالات، حتى عندنا حالة اللجوء الآن، في عندك لاجئين خارج الحدود سواء إلى مصر أو أثيوبيا أو غيرها، وهذه كمان أيضا من واجبات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن توفر لهم الماء والغذاء والماء والرعاية الصحية والملجأ. وعندنا أيضا كمان النازحين في داخل السودان من محافظة إلى أخرى، وهذا أيضا عبء آخر يضاف إلى الهموم الموجودة. وطبعا الفئة الثالثة هم السكان اللي موجودين في كل المحافظات اللي تقريبا الاقتصاد توقف فيها، عجلة الإنتاج، حتى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأهلية اللي كانت قادرة أنها توصل لهم أصبحت غير قادرة على الوصول إليهم. لذلك يعني لست متفائلا جدا بإمكانية الوصول إلى الجميع، ولكن سيكون هنالك عمل. دكتور فاضل، لكن هذه الأزمات عادة ما تتفاقم بسبب الحروب أو المواجهات أو هذه الأمور، لماذا لا تجد اليوم المنظمات الأممية حلول ربما أو آلية عمل لدعم المحتاجين خاصة في هذه الظروف؟ يعني قد تصل الإمدادات في الأيام العادية، لكن الآن ألا يجب إيجاد آلية عمل للوصول على الأرض لهؤلاء المحتاجين؟ آلية العمل موجودة، والخطوط الخطوات والاستراتيجيات والخطط بما يسمى الاستباقية موجودة، ولكن ما يحصل الآن في السودان أن أصبح عمال الإغاثة مستهدفين. خلينا ما ننسى أنه لغاية الآن 4 قتلوا من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة، لذلك أصبحوا مستهدفين. وهنا هذا الاستهداف يجعل الأمم المتحدة تتخذ إجراءات احتياطية أكبر، وبالتالي يحد من قدرتها المعتادة في الوصول على سبيل المثال في مناطق النزاع الأخرى. لدينا مناطق متعددة، والأمم المتحدة مش جديدة على العمل الإنساني، ولكن زي ما ذكرت بأنه الأيام القادمة سوف
تكشف كم سوف نصل إلى، ما هو المدى الذي سوف نستطيع الوصول إليه. نعم، شكرا لك سفير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو السابق دكتور فاضل الزعبي، كنت معي مباشرة من عمان.